خلي الرموش تلزق مع بعض وبتطولها. نيجي لإيه تاني برضو؟ في مثلا القلم النود دوت، وده عشان خاطر الليب لاينر، تمام، لونه نود برضو اهو، هو ده. اوكي، عايزة بس اكون اللون واضح. في ايه تاني؟ في برضو ليب لاينر، لا مش ليب لاينر، ده اي لاينر بس لونه النود برضو. انا عاملة حسابي في الاوردر في واحد بس لسه برضو ما فتحتهوش، لسه مش هفتحه عشان عندي واحد تاني بس بتاع ريمال بس مش لاقياه. لونج لاستنج، حلو جدا، ريفيوهاته تحفة. لونه الابيض برضو هنزل لكم ريفيو بتاعه، لونه نود مش ابيض، ده بيتحط داخل العين عشان يوسعها. القلم طري جدا للناس اللي عينيها حساسة وبتدمع وكده وبتحمر، لا خالص ما بيعملش اي حاجة من الحاجات دي. اللاينر ده ده فلوماستر كده للبنات اللي مش بتعرف، هو مكتوب عليه دبل اكس لارج لانه ناحيتين اتنين في واحد. للبنات اللي لسه مش بتعرف ترسم اللي هي الايس كات، هنشوف الاول الناحية التانية. حلو جدا بس عيبه انك لازم مثلا هترسمي بلسان رفيع هنا فتنزليه شوية عشان اللون ينزل، تمام اهو، تمام. لكن الناحية التانية بتعمل ايه عشان ترسمي الايس كات بالشكل المثلث ده؟ يعني هي معمولة على شكل مثلث اللي هو بتحطي بيه اللاينر على طول. حلو بالنسبة للمبتدئات لكن البروفيشنال مش هيعجبهم قوي. هو ما اديتلوش 10 من 10 بالنسبة لي، لكن ممكن يسهل على بنات كتير فحبيت اطلعه لكم في الفيديو اوريه لكم. بالنسبة ممكن نشوف برضو الماسكارا بتاعت الحواجب بتاعت ايسنس، التحفة وجميلة وفرشتها حلوة بتوزع بشكل حلو، بس الدرجة دي طلعت غامقة معايا. مش عارفة بقى اللون يعني انا لما هجيب المرة الجاية هجيب اللي هي بتفتح، لان انا اوريدي بحط الشادو غامق، فاحب احط الماسكارا افتح شويه. ده بالنسبه لي برضو، ما اعرفش البنات، في بنات بتحب تحط نفس الدرجات المظبوطه دي. برضو من ايسانس الكيت دي او جميله جدا، هوريها لكم. هي بتيجي شكل كده، تمام، في منها درجتين غامق وفاتح، دي الغامقه، التانيه بتبقى الدرجتين افتح من دول، بتناسب طبعا الناس اللي هي الشقر شويه. معاها فرشه مشطوفة كده عشان يعني لذيذة بتحط حلو، بس لو انت عندك فرشة احسن وبروفيشنال حلوة هتبقى احسن يعني. دي معاها بقى هنا 3 اشكال الحواجب عشان خاطر تعرفي ترسمي استنباط يعني باشكال مختلفة، العريض والتخين والرفيع والوسط اهم، عشان خاطر لو انت عايزة ترسمي حواجبك بالشكل المتساوي والاتنين يبقوا قد بعض للبنات برضو اللي هي مش بروفيشنال بتسهل عليهم جامد، انصح بيها برضو للمبتدئات، لذيذة. نيجي برضو للاي برو، ده جل عجبني بس انا طبعا ملوش فرشة، بس ايسانس غالبا موفرة فرش بس انا ما شفتهاش، بس لما شفت الكاتالوج بتاعهم او البروموشن في يعني في فرش. دي الفرشة دي من 1000، تمام، ناحيتين اهي، ناحية مشطوفة كده وناحية تانية بتسرحي بيها الحاجب. دي الدرجة اللي انا حسيتها تتناسب معايا. في برضو الفاتح دي الدرجة 01 مكتوب عليها براون، طري وحلو جدا وثابت ما بيساحش، جميل، بيقعد كتير يعني فما بيروحش خالص. نيجي بايه تاني لإيسانس، ده شادو بيز، اي شادو بيز، في منه 2 عموما، انا كنت جايبة في الاوردر 2، دي درجة على بيج ودي درجة على فاتح شوية. دي من الاوردر دي ما خدتهاش، دي نسبتني شوية اخدتها. في واحدة فيهم مش عارفة، انا كنت كاتبة في بوست واحدة فيهم